مرحبا بكم الناس الكل، مش نحكي على الماتش أكيد اليوم كما تعودتم، تاع المنتخب التونسي ضد المنتخب المالي. طبيعي نستناو شوية النومبر تاع العباد اللي يتفرجوا فينا يكبروا. مرحبا بكم الناس الكل، كيف كيف اللي حاب يتدخل معنا، كيف كيف مرحبا. نحكي أنا شوية وبعد كالعادة نعطيكم الكلمة اللي حاب يحكي. مرحبا بك بيرم الماجري، ديريكت تلقافني طول يحب يدخل معنا. تعال تدخل خويا شوية آخر، تعال نبدأ نقبل في العباد اللي حاب يدخل. مرحبا بيه الناس الكل، جست يكبر شوية النومبر بتاع العباد اللي يتفرجوا، يوصل الماكسيموم بعد نبدأ نحكيه. وبعد كيف كيف اللي حاب يعلق كومنتير كيف كيف النجم نجاوب عليه، وإلا حتى يحب يدخل يحكي في اللايف. مرحبا بيكم الناس الكل كالعادة، بعد اللايف هذا تلقاوه في الشين يوتيوب متاعنا يا سلام المدب إن شاء الله كما تعودتوا. تنجموا تعاودوا تفرج فيه الكل إذا كان فات وتتكم حاجة، ولا تحبوا تعاودوا تشوفوا حاجة، ولا حتى تحبوا تفرجوا في رواحكم تلقاوها على شين يوتيوب. نشكركم برشا قاعدين تتبعوا فينا في اليوتيوب بكثافة، ومنهم قاعد يكبر من نهار لنهار. وصلنا توا أكثر من 40,000 تقريبا، 42,000 أبوني على اليوتيوب، حتى على الباج فيسبوك كيف كيف النمبر قاعد يكبر بالباهي. 17,000 أبوني توا، يعطيكم الصحة الناس الكل ومرحبا بيكم. دونك بارتاجيو اللايف، خلي أكثر ممكن إذا كنت تحبوا أصحابكم يتفرجوا فيكم اللي باش يدخلوا معنا كيف كيف، بارتاجيو اللايف ابعثوه لأصحابكم، خلي أكبر عدد ممكن يكونوا معنا اليوم. ان شاء الله عندكم لايف اخر الفجر اليوم، مش نمشيو للمطار ان شاء الله. كان تحبوا تسهروا نستقبلوا اولادنا ان شاء الله، تسمعوا تصريحات الملاعبيه في المطار اليوم. بون غدوه الصباح الفجر يوصلوا هما اليوم في ساعه متقدمه. دونك نحكيو شويه على الماتش. نبيل يقول لي، نبيل زي حمدي يقول لي الصحفيين يجب حمل الحفل الجمهور على الحضور. والله نبيل ما نتصورش الجمهور محتاج الحملة، أكيد الرهان يفرض نفسه والمنتخب الجمهور أكيد باش يكون، ما نتصورش مش باش يجي جمهور الحق. نتصور حتى عطاو 35,000 باش يجي يكونوا أكثر من 35,000 في الستاد، هذا سي سور معناه. قيس يقول لي الفوز الباهر، فوز باهر تنقول لكم بعد علاش، تنعطيكم أكثر تفاصيل بعد شوية. دونك نحكيو شوية على المنتخب. الحق أنا كنت خايف، كنت ستريسي 3 أيام اللي فاتوا الكل بخصوص الكلام اللي قاعد يتقال على الخطة التكتيكية اللي بشاب بها المنتخب، هاو 3 في اللاكس، هاو 4 بيفوات في وسط الميدان. دونك ما حبيتش حتى يمكن الماتش ما حبيتش نتفرج فيه، حتى لين شفت التشكيلة متاع قبل المقابلة فرحت برشا كي لقيت رسم التكتيك معناها 4-3-3. بغض النظر على الأسماء اللي هبطت، واللي يعطيهم صحة على فكرة الكل قدم مردود باهي. دونك كان كلام تاع برشا كلامات على باش نلعبوا 4 بيفوات، عيدوني شعلالي فرجاني برمضان، فما كلام كان تحكيها أيضا 3 في اللاكس، غندري طالبي والحدادي. دونك خفت شوية الحق، الحمد لله حتى في الباج متاعي بريسيت باش ما نلعبوش حتى حاجة أخرى بخلاف الكاتر واتر، اللي هي تقريبا يعني تعودنا في تونس كل ما نمشي وخايفين يعني من المنافس، نقرأ حساب المنافس أكثر من حسابنا احنا، معناتها تصير الكارثة. عملناها في الجابون مع بوركينا فاسو وقت خرجنا علي معلول اللي كان في التومبوك متاعو ودخلنا عبد النور على اليسار، الناس الكل تعرف الريزولتا مع بوركينا فاسو. عملناها مع مالي كيف كيف اللي كان اللي فاتت، دخلنا وقت لعبنا بثلاثة في الأكس الميتو الثاني ميتو الأول، شفتوا تفكروا كل الوجه الخايب اللي قدمناه. وبعد صلحنا شوية الميتو الثاني، دخلنا عملنا شوية تغييرات هجومية، بدينا نشدوا في الكرة نلعبوا في اللعب متاعنا، جبنا بينالتي للأسف وقتها ضاعت، كيف كيف جبنا فرص وكنا نجمو نربحو. دونك كان نأمن في الكرة، عندك عندها في تونس ملاعبية كورجية، عندنا ملاعبية خاصة في وسط الميدان قادرين يفكوا ويصنعوا اللعب بنفس القدرات. يعني الكل زاد تقريبا النيفو ما يبعدش برشا على بعضه، والوان الفورمه توا خاصة عند الشعلالي وبرمضان أكثر شوية من القية، لكن كيف كيف حتى فرجاني عيدوني بن سليمان ملاعبية ممتازين، صخيري كيف كيف، ونعمل عليهم أكيد إن شاء الله
في المناسبات القادمة. دونك انا من الناس اللي عمل على نقاط قوتك واستغل نقاط قوتك، وبعد ما تهبطش خايف من المنافس. معناها اذا كان انت تهبط باش تقلع حساب الادورسيال على حساب نقاط قوتك انت، دونك باش تخسر. عجبتني الحق التشكيله اللي هبط بها الجاي القادم، ولو اني كنت عندي بعض الاحترازات، خاصه نادر الغندري في واللي كذبني الحق نقول في اللاكس نتاع دفاع المنتخب. كنت اتمنى بعد اصابه ديلان برون كان يكون موجود ايمن عبد النور، لكن بحكم عنده اكثر اكسبيريونس من نادر الغندري كنت خايف منه. اولا خاطر البوست مش بوست نتاعه، ولو انه مع الكلوب قاعد يقدم في ماتشات كبار في البوست هذيك، وخاصه كيف ما عندوش الاكسبيريونس الكبيرة مع المنتخب التونسي. على ذلك كنت خايف، لكن الحق كذبني. عدى اليوم ماتش كان من أحسن الملاعبية فوق الميدان، اعتبرت غالين أحسن لاعب في الماتش، لكن كيف نادر الغندري أيضا يمكن يكون الثاني، حتى هو عدى ماتش كبير. وإذا كان مش لول معناها برشا عباد قاعدين يشوفوا فيه اللي هو أحسن لاعب كان في الماتش. كيف حبيت الخنيسي يهبط بلاصة الجزيري، حتى الجزيري كيف كذبني بالبينالتي اللي بون قول بينالتي بالورقة الحمراء اللي جابها. مش على حاجة، مش على تشكيك في إمكانية السيف، لكنه ماهوش قاعد في أحسن فتراته مع الزمالك. ولو وياسين بالعكس، ياسين قاعد يقدم في مقابلات كبار في نادي في الكويت الكويتي. دونك ديما أنا عندي المبدأ متاع اللي حاضر هو يلعب، دونك خنيسي كان حاضر أكثر من الجزيري يلعب الخنيسي. ولو أنه الحمد لله اليوم اللي كنت خايف منهم الزوز خنيسي والغندري، الجزيري والغندري الزوز قدموا مقابلة ممتازة. دونك قبل شوية حتى كنت في تابة جزائرية قالوا لي مبروك التأهل، بون خطوة كبيرة، لكن الحق الكلام والخطاب هذا ما يلزموش يتعدى الملاعبية، خاطر مازلنا ما عملنا حتى شيء لحد الآن. خطوة باهية الحق، نتيجة إيجابية باهية، لكن ما عملناش حتى شيء مازلنا إلى حد الآن. التأهل لازم الناس الكل تكونسونتري في مقابلة ترادس نهار الثلاثاء ان شاء الله. الروح اللي هبطنا بها والكونسنتراسيون اللي هبطنا بها اليوم، والتركيز والاراده والنظام والتنظيم فوق الملعب اللي دخلنا به اليوم، لازم نشوفوه كيفه واكثر منه في مقابل ترادس، خاطر باش تكون اصعب. المنافس باش يجي ماهوش خاسر حتى شيء، نجم نستغلوا نقاط قوه المنافس، معناتها النقاط النقطه هذه في المنافس اللي باش يجي ماهوش خاسر حتى شيء. دونك باش نلقاو مساحات ان شاء الله يستغلوها ملاعبيه. حبيت المساكن اليوم السليت يعاونوا اكثر في جدال الكره القدام، يرتحوا خاصه المقابله هزوها برشا الديفونس، وكذلك لي بيفو نتاع المنتخب سليتي والمساكني وبرمضان نجموا يشدوا الكره. الثلاثه هذوما كنت ركزت عليهم خاطر هما اكثر ملاعبيه نجموا يشدوا الكره ويرتحوا اصحابهم. ما شفناش برشا حق، عجبني تعامل الاطار الفني مع المقابله، ما فماش برشا تفلسيف، يعني الملاعبيه الاكثر جاهزيه هما اللي هبطوا. تقريبا احسن تشكيله نجم نشوفوا بها المنتخب اليوم كانوا هبطوا. كيف التغييرات، يعني ما شاء الله وقت اللي طاح شويه الجزيري هبط الخنيسي باش يبريس المدافعين وما يخرجوش الكره صحيحه في منتخب مالي. كيف حتى في اخر الوقت التغييرات اللي عملها مصطفى بن ونيس في فورمه يستحق يهبط تهبط، وانه كان متاخر شويه نزول نتاعو. كيف السليتي خرجوا باش يسكر شويه بن سليمان. المساكني فما شكون يقول لي المساكني كان حاضر غايب، صحيح في الماتش ما عملش روندمون كبير، لكن انا اعطيك حاجه، المساكني اليوم الباس كانت من يوسف المساكني، لو انه بون سجلها ضد مرماه. كيف ايضا الورقه الحمراء الباس للجزيري كانت من المساكني. دونك المساكني عنده مده ماهوش قاعد يقدم في روندمون الكبير نتاعو اللي نعرفوا عليه، اللي يجبد ويدريبل ويعمل الفرق وحده، لكنه بصراحه حاسم. شفناه في نيجيريا كيف شفناه باس باسيست، دونك يعمل الفارق معناتها في المقابلات من نوع هذا من يوسف المساكني. صحيح ماهوش ماتش كبير، لكنه الحق حاسم، ولو انه دفاعيا ما عاونش برشا علي معلول، خلاه في برشا وضعيات يكون صعيب، معناتها خلاه في شويه مشاكل يوسف المساكني علي معلول. فوز باهر من فما برشا قاعدين يعلقوا في فوز باهر، فوز باهر من ناحيه النتيجه، عندك يعني ظهر لي اشد المتفائلين ما كانوش يتوقعوا باش يمشيوا للمالي ونربحوا، خاصه مع لي كونديسيون، اصابه الصخيري برون الخازري لعيف قبل لحظات معناتها من المقابله، بون قبل معناتها الغندري عرف روحه اليوم في الفطور اللي هو باش يهبط يكوي، معناها لي كونديسيون هذا من الكل النتيجه فوز بيان. لكن اوكي الاداء شفنا روح اليوم في المنتخب، شفنا تنظيم تكتيكيا كان مبهر المنتخب، ما فرجناش كوره، ما عملناش ما خلقناش فرص، لكن كنا منظمين اليوم بسور تيرام، معناها النتيجه كيف باهره. هذا شنو نقصد معناها فوز بيان، ما شفناش منتخب معناتها يكور تيكي تاكا
وحدث من نوع هاي. دونك مرحبا بكم، هذا اش حبيت نقول. اذا كان يحب فما شكون يحب يتدخل مرحبا بيه. بايرن ماجري ما نعرفش مازال يحب يتدخل ولا لا، ما نعرفش مازال ولا لا. دونك شكون قال كيف كيف ريان يقول لي بصراحة عندنا وسط يعمل كيف. صحيح ريان غايلين وبرمضان وسخيري العدوني بلاصة سخيري قدموا مقابلة ممتازة، ومن الأول كنت من الناس اللي حبوا يشوفوا الوسط هذا في المنتخب. مش أي حاجة خاطر الملاعبية هذو قاعدين يتعدوا بفورمة كبيرة. محمد أمين إيه مرحبا بيك خويا، أبعث انفيتاسيون وتفضل مرحبا. يا إسلام إيش قولك في العدوني كي يلعب في المركز نتاعو؟ الطيارة تبارك الله عليه. صحيح قدم ماتش كبير العدوني. أنا فما حاجة العدوني والسخيري ما نحبش نشوفهم مع بعض. اليوم غاب السخيري بلاصة العدوني دونك واضحة. اما بون سخيري هو قبل، لكن كي يغيب السخيري لازم يلعب العيدوني. اما الزوز مع بعضهم صعيب الحق باش يكون. محمد امين مرحبا به. دونك خلينا نبدا ناخذ معانا اللي حبوا يدخلوا معانا في اللايف. اول واحد محمد امين. محمد امين كالعاده ديما يدخل معانا، نحكيو على ليكيب ناسيونال في انتظار يكون موجود معانا. دونك كيف كيف انتم اذا كان تحبوا كيف تدخلوا مرحبا بكم. محمد بن ضو كيف كيف تو نقبلوه شويه اخر. محمد امين الكونيكسيون عندك ما هيش ولا بد ظهر لي على ذاك. ناش حاول اخذ جو عاود ادخل. اشرف شكون قال لي ما عندش مهاجم؟ اشرف قال لي ما عندش مهاجم. بون ان شاء الله الحق. الجزيري والخنيسي عملوا ماتش كبير خاصة في الضغط على المدافعين. اليوم بن سعيد يخوف شوية الحق، ما شفناش بن سعيد نتاع الكان اليوم، عمل خرجات خوفتنا شوية. إن شاء الله يدير الأمور ويرجع في الماتش الجاي يكون خير. باهي محمد بن ضو كيف كيف يحب يدخل نشوفوه. لا مش موجود. باهي محمد أمين يقول لي عاود ابعث لي. باهي خويا مرحبا. والله الحمد لله. والله الحمد لله خويا، لازم نكونوا ساتيسفي. ماتش تحفون عجبني على الاخر الحق. تكتيكمون فما برشا كوره. انا ريت جمعيه تكتيكمون ماهيش خايفه. كي تشوف البونت الاولاني الفوت نتاع الديفونسور نتاعهم، تحس خويا فما بريسينج. معناها الجزيري يوصل يلعب يعمل في بريسينج في 18 ومع اللي مساكني. تحس فما انترونور عنده تكتيك، عنده دي زيدي في مخه خويا. حب من الاول حب ما خافش من مالي، طلع على القدام لعب بريسينج وكل شيء. دونك هذه حاجه باهيه. لي جوار برجو الاكثريه سافا، معناها ابار بشير بن سعيد اللي با غاسيغون الحق نتاع ربي. ما فهمتش حكايه الجارديان في تونس هذيا، من معز حسن بن مصطفى بن سعيد. الحمد لله الحمد لله ما قبلناش، ما يسالش الحمد لله ما اي قبلناش. الحمد لله يا اسلام يا اخويا ثلاثه مرات راهو ديفوت هكاك بصراحه. معناها تخوف على الاخر، ما فهمتش الحكايه. لازم نركز شويه. فما كوره سيرتو مع الطالبي ظاهر فماش كوميونيكاسيون بيناتهم، كان نجم يحكي فما كوره كيف كيف مع غايلين لازم يتكلم اكثر. بون نجم يكون هو تيميد شويه، لكن جارديا ما لازموش يكون تيميد. معناها لازم يتكلم مع اصحابه ويحكي مع اصحابه. وقت اللي باش يخرج يكلم اصحابه باش يسيبوا له الكره. معناها شفناه في برشا مرات خاصه مع الطالبي وغايلين وقتها، معناتها ظاهر معناتها مونك دو كوميونيكاسيون بيناتهم الاثنين. معناها اكزاكتومون فما مونك دو كوميونيكاسيون وتقلب. معناها لازم تتكلم وكل شيء. ابار سا نشوف في برشا عباد قاعدين يكريتيكيو برشا في يقولوا معناها كنا نجموا نركيو اكثر واحد. انا الحق نتاع ربي مانيش قاعد نرالي عنا ديزيليمون. توانسه ديما كيكه ما يعجبنا شيء. راح نو ما انت اوكي كنا متابعين الاسلام اكزاكتومون. كلنا ماذا بينا كنا نربحوا اثنين وثلاثه. ما سامحني راه ما عندناش لي زيليمون لي زيلي غابيد اللي كنا نجموا نركيو بيهم اكثر. كي تجي تشوف في البون ما عندكش سامحني لي غابيد، ما نمشي ندخل بجير موش نتاع كونتر. حتى بن وناس سباب جوار باهي كل شيء. بن سليمان جوار معناها ذاك هو الحق نتاع ربي. ريزولتا بوزيتيف على الاخر. ما ننساوش اللي مازال معناها البونت هذا يقعد افونتاجو لينا احنا. دونك كي نمشيو غادي لازمنا نماركيو، خاطر كي نماركيو بونت عباره فوا دو كيما تعرف انت. دونك ريزولتا باهي على الاخر. وان شاء الله خويا الكاليف قدرة ربي نهار ثلاث وكهو.
بون نفهمها ومانا فما شكون يقول لك هما خذوا حاملة كنا نجموا نستغلوا نقضيو عليهم 10 مليون، لكن ليه لقيت اللعبات ليه برج ليه لي كونديسيون معناها ماهمش ساهلين، معناها اللي لعبنا فيهم لي كونديسيون ماهمش ساهلين بالكل، سخانة واحد وحتى حد شد المتفائلين بغض النظر على لي سيركونستونس بتاع الماتش معناها ودي صار في الماتش، معناها اكثر المتفائلين ما كانوش يتوقعوا انه يربحوا في مالي بالذات مع انترينور جديد مع الملاعبين اللي بليسي معناها كيما ركائز معناها اكزاكتومون فازري برون السخيري لعيفه معناها الحمد لله اللعبه لازم تكون راضيه، تكون راضي المنتخب وتدز مع المنتخب اللي معناتها اكزاكتومون في مدرب جديد وتدزه معاه، علاش ليه؟ اكزاكتومون اوسكي فو با دينيغري. عندك مليون تاع مالي، راه عندي انا اقوى مليون في الافريق، راه عندي انا بيرسونيلمون. كي تشوف الجوار، واحد يلعب في برايتون الاخر يلعب في ايفرتون دوكوري، راه الجوارات معناها راي بالرسمي كلاس ا. حاجات قويه على الاخر، جيت العب لهم بالشعلالي والعيدوني وبالرمضان افيك تو مون ريسبي، جوهرت باهيين على الاخر، ما كومي ما وصلوش للنيفو هذاك وتخرج وتخرج بريزلتا بوزيتيف من مالي. راي خويا شابو، عندي انا شابو بالرسمي، برافو على الاخر، ولازمنا نشجعوهم وكهو. ما نطيحوش من قيمة ملاعبيتنا، والله شفناهم في الديويل كل الملاعبين اللي تحكي عليهم يعيدوني الشعلالي في وسط الميدان برمضان، الشعلالي عجبني برشا معناها شفت عنده كوري نتبع فيه هذاك كل اش جمعة في نحكي؟ البريمير ليج من أحسن اللاعبية، معناها الند الند ما هو الظاهر الديفيرينسا معناها بيناتهم. هذاك اللي نحكي فيه انا، قلت لك معناها دي جوار. كي تشوف معناها مليون تاع مالي، راه جوارات نتاع برايتون توا نعرفه على الاخر، تبع في ماتشات، وراه هو السيد راه طلبت جمعيه الكل الكونترا نتاعو في 2023، راه معناها جوار كبير على الاخر. دوكوري جوار كبير على الاخر، معاه شعليلي ومعاه برمضان مع العيدوني، عادي وماتش باهي، راه ريسبي على الاخر والله. خويا ان شاء الله ان شاء الله برجو ليك كاليفيكاسيون، ماهيش صعيبه، جست سقينا في القاع، عملنا خطوه باهي، لازمنا نفرحوا كمان، ما زلت خطوه ثانيه بقدره ربي، كاليفيكاسيون بقدره ربي ما كان قطر. إن شاء الله ربي معنا، يعطيك الصحة محمد أمين، ميرسي بوكو خوي. عاش خويا، السلام عليكم، ما على خير. سلام. أنا بدك يقول طلعنا معاكم، إيه خوي مرحبا، تعطي رأيك بالطبيعة. ما يصيرش طلعونا معاكم نعطيه رأينا، إيه خوي في كل وقت مرحبا. دونك اللي حاب يتدخل كيف كيف معنا مرحبا بكم الناس الكل. هشام مرحبا بك خوي تحياتي. قال هذا مساكني تو قال لك حابين نزيدو ثاني اما طحنا فيزيكي وسام يطيح الفيزيك خاطر سخانه برشا الحق راه في الكونيكسيون عندك ما يش ولا بد برامو اكسبتيتك ما تعديتش. خالد الدين لحظه خويا باش ناخذك انت بعد برامو مساش اشوف الكونيكسيون بتاعك راه خلينا ناخذ خالد الدين وبعد نرجع لك كان هكا. مرحبا بكم الناس الكل اللي حاب يدخل الكل يتفضل معانا اعطي رايكم في المنتخب. اي خويا راف داق بعثت لي في اكسبتيتك وما تعديتش كونيكسيون عندك ما ايش ولا بد حاول عاود اخرج وادخل ولا حاجه هاك نوف الحفظ الله في معاه ودز مع بشير. بون قاعد ما ايش قاعد يطلع معايا العبيد ما عرفش علاش الكونيكسيون عندكم انت ولا عندي انا. بون كاين محمد امين كان معايا سافا حاولوا شوفوا الكونيكسيون تاعكم ما عرفش باهي ها باش نعاود ناخذ ذكرى. اوكي خويا راني مرحبا بيك خويا مرحبا ابعث انفيتاسيون نقبلك مرحبا يا خويا. كيف كيف ما نجمش نطلعك معايا ما نعرفش علاش محمد بن عبد الله ايه حاولوا محمد محمد بن عبد الله دحمان احسن من بن سعيد. بون طبعا ما نصورش باش يبدل لي جارديان خاصة انه ما قبلش نصور باش يكمل في بن سعيد صحيح غلط لكن ما يصيرش ناخذ معاه والجارديان الكل يوت ومادام تعديت سلامات اليوم ان شاء الله يراجع روحه شوية هو ولاباس ان شاء الله ما يصيرش عادي عادي نجم يكون اليوم ماشي في فورما لي كونديسيون مش مستانس بيهم ان شاء الله الماتشات الجايين يكون خير. ما نعرفش علاش
ما انت كسبت حتى ما طلع معايا، حتى قعدنا كسبت فيكم 3 تو اللي قدموا لي، قاعد كسبت فيهم ما فهمتش علاش ما طلعش. ممكن الكونيكسيون عندي مش حاجة، ما نعرفش الحق. خير الدين الغزواني ورافدة، قاعد كسبت فيكم الكل ما نعرفش علاش ما تعادلش، رغم اللي كنت مع محمد امين تو سافا من ايجلا معناها. دونك الناس الكل ندزلو مع المنتخب ان شاء الله، ما تحتاجوش باش نقول لكم يجيو الناس الكل الماتش نتاع التور، اكيد ان شاء الله باش نتعداو وباش نربحو ونمشيو للمونديال نفرحو مع بعضنا الناس الكل ان شاء الله. بون فما شكون تعد باهي هاي كابتن اون فان، مرحبا بيك خويا. كابتن خير الدين بونسوار هكا لباس كماريون الجماعية شنو بطرق دوبي اليوم هكا، الحمد لله يعطيهم الصحة شيخونا يا خويا. اي شوف في برشا ما هم مش يا خويا متفائلين، تسلم ما يصيرش لباسك خلينا نشيخوا ابتدا يا ودي انا اعطيني نربحوا، شمنا فيه روندمون باهي روندمون خايب، المهم رابحين في مالي يا خويا ريزلتا باهي معناها، ما يصيرش كي ما دام رابحين قولوا لهم يعطيكم الصحة مش ديما تمدير معناها. وقت اللي عملوا بابون عملوا ماتش خايبين في الكان قلنا خايبين، مي اليوم ربحوا في مالي دونك برافو ليهم يعطيهم الصحة معناها. ايه الحمد لله رب العالمين، مبروك علينا مبروك عليك مبروك علي مبروك على الناس الكل. انا قلنا احنا ما عندنا حتى مشكله، شفتوا نرخدوا بيه ما عندنا حتى مشكله، كاو الحمد فرحانين لله الناس يا الكل، اخوي. ولكن فما برشا حاجات للمراجعه. اي فما برشا حاجات بيان سور للمراجعه، تعرف انت بيان تو سور انت برو معناها تعرف كره القدم، تو ما عادش معناها راهو ديستقطب معناها يرحم والديه الوليد هذاك معناها ما قصرش معانا اليوم حاطط لنا كرة في الشبكة، ولكن ناقصة برشا معناها الجماعية. اي اما مش كي تلعب نخدموا انت ماشي ونطلعوا في راهو الربح مونديال معناها والريزلتات ماكش فيه ماشي فهم اللي في الخسارة. ماكش ماشي تفادلك معناها ماشي مونديال. اي ولي كونديسيون صعابة، ماتش مو سهل، بريسيون كبيرة وماركينا في وقت باهي، دونك عادي باش نوخروا نسوا كان ما ماركيناش ولا حاجة نسوا تكون اللعبة كيليبري، لكن أي جمعية معناها ماركي خارج ميدانها حتى في مخ الملاعبية معناها، حتى المدرب ما يقولش في مخ الملاعبية عادي يوخر واللي يقبل في اللعب معناها. ما قلنا شيء، لعبنا برشا كورة احنا نعرفه، ما قلنا حتى شيء، مبروك على الناس كل معناها ما قصروش ناس كل 11 ما قصروش 18، ولكن فما ناس تحب تركب على الحدث معناها تحب كرة القدم التونسية ياسر مؤخرة ياسر ياسر على الاخر، دونك معناها راهو نحطوا ساقينا على القاعة معناها حتى شيء اليوم الراجل ما قصرش معانا معناها ما كثر خيره معناها حط كرة في الشبكة خذا ورقة حمراء عمل كل شيء اليوم، اما احنا جواريتنا زاد ما قصروش معناها هذاك هو معناها كيما نقولوا احنا المينيموم موجود. صحيح الحمد لله. كيف شفت الماتش اليوم؟ ايه الحمد لله الماتش وسطنا وسطنا ما شاء الله تبارك الرحمن وسطنا، يعني كي تجي تعمل انت بالرمضان شعلالي عيدوني تلقى 75% معناها اللي هو يلعب في تونس معناها، دونك الوليد اللي عمره 18 سنة يجي يلعب في الأولمبيك، واللي عمره 17 سنة مرحبا بيه توانسة كنا توانسة يجي يلعب في الكاديب ولا في الجونيور، واللي عمره 15 يجي يلعب وين معناها ما نكبروش معناها ننفخو كيفاش ننفخو نقولوا هما ياسر اي صحيت ياسر نفخ وياسر نفخان ياسر فهمت صحيح. مش هكاك الكورة مش هكاك احنا عندنا مش التوانسة هكاك يا ننفخو برشا اذا كان نحب، ويا نطيحو برشا اذا كان نكره ملاعب. صحيت. شفت الغندري اليوم ما شاء الله عليه تبارك الله عليه ربي يبارك له يعطيه الصحة ما قصرش معناه، ولكن رغم الغندري اللي وين كنت يلعب متخوف منه يعني الحق قبل الماتش الحق فيو اللي ما عنده حتى انا ماهوش مركز حتى انا معناتها ما اقسم كانش في بالله باله باش يلعب. اقسم بالله اقسم بالله باش نكتب ستاتي نقول ان شاء الله اخويا سبحان الله كيما بلال زاده كيما وحبيته بلال كيف كيف كوره حبيته ما حتى تعرف كي تجي تغرب تولي ببرون تولي يعيط لعبد النور، انا كي تغرب ببرون عنده كوميم الاكسبيريونس لا بارابور لا الغندري مش كومان بلاصه، لا لكن ما خويا حبش نقول لك هو عبد طلع النور صح والشوا نتاعو صحيح.
ايش نقول لك؟ عبد النور، عبد النور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش على روح انت اليوم. شوف كي بيجي تتابع معناه. شوف مثلا هذاك واحد كيما كان الوليد هذاك الخميري، اي هاو جي هاو مشي هاو جي هاو مشي، ما شفنا وش يلعب جمله. وليد كيما ابو سنينه اكسيال، يلعب في الافريق ويلعب في كوب دافريك، ما شفنا هو الجمله. فهمت كيفاش؟ دونك الغندري جابوه للبيبليك نتاع الكلوب افريكان، ربي معناها بصراحه جابوا لك والله ما البلو نصورش حقا، الواحد يعني كان كي البيبليك. كلام كان العيط لعزوني زاد، جابوه سقيه الحق، جابوه ما شاء سقيه الله قاعد عليك. يعدي في ماتش الدايم مع الكلوب، لا قاعد يعمل في انا روندمون انا باهي، مش قلت لك ما انا نصور خويا حتى الجمهور يجي. يعمل في روندمون به. لا لا سي سي، انت تعرف فيسبوك والضغط تو الدنيا ولد محلول على بعضها، ناس كل تفتي وناس كل تعرف في الكوره، ناس كل تشم في الكوره. دونك زيد انت تعرف معناها فما حاجات راهو ما عادش كوره، احنا ولينا في تونس ولينا حاجات اخرى. شنو لازم يتبدل في ماتش الريتور؟ نشوف نحافظوا على التشكيلة هذه، فتشوف ثم تغييرات لازم نعملوها. لا 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 لا، لازمنا ندومينيو عاد، لازمنا نكورو، لازم بقير معناها يهبط ياخذ حظه، لازم بن وناس يهبط ياخذ حظه، الاوفونسيف اللي عندك الاوفونسيف كل ترمي بيه. احنا هما مالي، احنا تونس، واضح. يعطيك الصحة أخوي، احنا بارك تونس الله معناها فيك. الاوفونسيف كلمة برك. سلام على الجارديان. أي ايه بشير نخسو شويه تروشيك، موش خايب بالكل معناها، نضيف الوليد كلام وسير ويتكلم. انت تقول ما عندوش شخصيه، ولا الوحيد فيهم الكل اللي عنده شخصيه اللي ريتو انا معناها هكا بخلاف دحمان معناها في الاربعه الموجودين اي هو بشير، ما شاء الله عليه الوليد. اما يروشك روحه شويه، هو يحب ياخذ اكثر ثقه، اكثر ثقه يحب ياخذها ويطيح بيها ويطلع هو البطل. عرفتك قبل بتاع شكري الواعر هذوك بتاع اللي جارديان قبل ياخذها ويطيح بيها ويربح بيها برشا وقت فهمت، وهاو طاح وهاو اتصاب وهاو درا شنو. ساعات فما كوره راهو فما ماتشوات لازمك تضرب، اضرب كورتك اضربها بعادها. وهو في الكل صحيح، احنا تو في وديك تونس تشد هاي. ايه في الباليريتي معروفين الكل، من قبل ما عندناش جارديان باليريتي تير، كان واحد برك كان قبل خالد فاضل كان يشدها يطيحها ولا واضح ولو اخويا، بسيف لما يصلح تكون من ضايق. روحه ونشوفوه في الماتش الجاي يكون خير ان شاء الله. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. ايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عايش خويا، برا ليلتكم زينه وان شاء الله ليلتك زينة، مبروك علينا عايش الربح الناس كل، وان شاء الله وان شاء الله في قطر ان شاء الله الناس كل. ان شاء الله خير الدين. عايش خويا، ميرسي بوكو. به رافداك بسيش، خلينا نعاود نحاول محاولة واحدة أخرى معاه. نعرفش كونيكسيون عندك ما يش ولا بد. يا راف ان شاء الله تختفي في المرة دي، عودت اكسبتيتك هكا مرة أخرى، نستنى فيك ان شاء الله تطلع مرة دي. شيء ما حبيتش أشرف بين يقول لي إسلام وديع كرهنا في المنتخب الحقيقي. والله ما الناس كل تعرف مواقفي من رئيس الجامعة، لكن ما هذا معناتها كل حاجة وبسطها، المنتخب حاجة ورئيس الجامعة حاجة، وما يلزمش المنتخب نتاعنا الكل ماهوش بتاع رئيس الجامعة ولا بتاع إكس ولا بتاع إيكغيك، معناتها العقلية دي لازم ننحيوها ونبعدوا عليها. عبد اللطيف يقول نجم نطلع معك، مرحبا يا اخوي، مرحبا بالناس الكل اللي حاب يطلع الكل، مرحبا، جوست خلي الكونيكسيون بتاعك تكون باهية شوي. باهي راف ما حبتش خوي، باهي نحاول ياسين، ناخذ ياسين. عبد اللطيف مثال شبع في انفيتاسيون خوي، ونكسبتيو، مرحبا بيك ياسين. فما كيف كيف وسالم بن صالح بعد شوية إن شاء الله باش يكون معنا. الكل مرحبا بكم، الناس الكل تعطيونا رأيكم في المنتخب وتحكيوا اللي تحبوا بخصوص المنتخب. به ياسين ما تعديش، نحاولوا سالم، سالم بن صالح.
ريان يقول لي المشكله من عندي. كيفاش ريان؟ فما شكون طلع معايا معناتها ما تجمش تكون المشكله من عندي، فما شكون طلع معايا. رامي مرحبا يا رامي، ابعث انفيتاسيون رامي، مرحبا بيك. اسلام حاسب رايك انت رشحها ان شاء الله. بيان سور كان رشحنا، لازم يكمل هو معناها، معلش ليه معناها. ايمن يقول لي كان رشحنا ان شاء الله يبقى جاي القادم. بيان سور ان شاء الله يبقى، خاصة اليوم شفنا مؤشرات باهية، حق عجبني في التشكيلة، تشكيلة ممتازة، التغييرات كيف كيف باهيين، معلش ليه ان شاء الله يبقى هو. ربيع بو ستة، اسلام يا اخي برسمة راب دحميم في المطبع المو الحق ما سمعتش فاس. انا صباح باش نمشي للمطار تو، كان هكا نسأل وتلقاو الاخبار الصحيح في الباش. برايك حمادي الاولاد ما قصروش اليوم، برافو يعطيهم الصحة الناس الكل. اشرف بين يقول يولي راجل عرفتك في برشا مواقف انهم اللي صار في الشارع. العفو خويا يعطيك الصحة بارك الله فيك. عبد اللطيف الهرش يحب يطلع معانا، مرحبا. رامي اكسبتيتكم ما تنجمش نطلعكم، فهمتش علاش. نشوفوا عبد اللطيف ونعاود نرجع لك انا هالكلام. بون ما عرفتش، تنجم تكون من عندي كونيكسيون، مش كون قال لي من عندك، لما حاول يطلع معايا شكون سافا معناها. على كل نحاول ناخذ لو ماكسيموم. ثم اخبار على اصابه لعيب ريان باهي، البلاد كي باش يروحوا غدوه ان شاء الله باش يعمل لي رام، وبعد يشوفوا قداش باش يغيب على الماتشات. صعيب باش يكون موجود في الرتور. خويا مرحبا بيك. مرحبا بك اسلام، وان شاء الله مبروك علينا الخطوه الاولى ساعه، وان شاء الله الحمد ان لله شاء يا الله اخي، ان ربي شاء الله يوفقنا ان شاء الله يكون في الميو في الرتور. هاي. يعطيك الصحه انت على السهريه هذه اللي عملتها لنا، مو النجم وبعدك الضغط نتاع الماتش على الاقل نضيفه اليوم. الحمد لله. هاي يا اخوي احكي ليش تحب، كيف شفت الماتش اليوم؟ كنت مع صديقك تو مهدي، ما تعرف ديما يتحفنا، كيفك انت تبارك الله عليكم الزوز، فهمت خليتونا، عايش فهمت راسي فرد. نبعدوا على بعض، خليتونا نستغنيو على التلفز اصلا، ان شاء الله زملائكم ما يغيروش منكم. لا لا الله يا خويا اخوي، يعطيك الصحة، كل حد يكتب روح سلم عليه. عايش عايش يعطيك الصحة. بون عملنا خطوة باهية برشا، ونوع من الخطوات هذه تنجم تكون في صالحنا كما تنجم تلعب ضدنا راهي في الرتور. كيفاش؟ مش بتقدر ما تعرف تتذكر شنو صار لنا في المونديال اللي فات، وقت حشتم نقطة ولعبنا ضد ليبيا لهنا، اي فهمت؟ احنا صحيح، حتى لاحظت، كان لاحظت في ال4 سنين الاخرين المنتخب وقت اللي يتحط تحت ضغط ينجح، وقت اللي يتحط في شوية رياحية يفشل. بون مش يفشل، يفشل اما يصعب انه يتعدى، فهمت؟ لا يتعدى ديما صحيح بدا سلام، يفاز صعب صحيح برشا وقت ليبيا، ما هو شيء بتاع الضغط مع البريسيون بتاع الجمهور. يعني لاحظت حتى المنتخب ريتو كل ما يلعب البرة، مرات يلعب البرة تحس وردة، تحس مسرح خير. صحيح. ما يعرفش انت كذاك، انت كان كنت تسمع فينا من الاول قلت راهم لازم اللاعبيه دفعوا، انا ما عملنا حد شيء، انا ما زلنا ما عملنا حد شيء. الصعيب الماتش الجاي خاصه ذهنيا في المخ، ماتش نهار الثلاثاء باش يكون اصعب برشا، هاي دونك اسلام لازم كونسنتراسيون كبيره من اللاعبيه، ونفس الانفي، نفس الانفي ونفس الروح اللي شفناها اليوم. اللي صنع الديفيرينس اخويا اسلام اليوم هو قله خبره المنتخب المالي في الوضعيات هذه. اول مره المنتخب المالي يتحط في ماتش ديسيزيف من نوع هذا، صحيح صحيح وقله خبره المدرب نتاعو في الماتشات الكبار اللي من نوع هذا. حملة كبيرة مع المدرب نتاعهم من كوب دافريك، برشا يحبوا يبدلوه، ديجا عاملين امبريسيون عليه، جابوا لهم لاعب ياخدهم معاه. كنت نتصور باش تنحى بعد كوب دافريك، ما عندهمش في ثقة كان تامة. لاحظت حتى وهذا ظهر برشا عند الملاعبيه نتاعهم، كان شفت ثم برشا كرات ضايعين في الطوش، برشا كرات ضايعين في الظهر، ثم برشا بيرتيرباسيون في لي كونترول بال في تخريج الكوره، معناها تحس حتى الملاعبيه محطوطين تحت الضغط، ما عندهمش خبره المقابلات من النوع هذا. هذيك هي صحيح اللي هاي خدمتنا صحيح، احنا اليوم راه. وصرنا نحن بالبريسينج اللي ثم عملناه غلطه عليهم اخرى خاصة عملها في بعض المدرب الأوقات نتاعهم، خاصة في الأول، دخلناهم بعضهم.
اي الغلطه الكبيره اللي عملها من المدرب نتاعهم اليوم وقت اللي هبط محمد هبط اسمه دوكوري اللي جابه من ايفرتون اللي كان قبل في ميتلاني ويلعب مع فرنسا اول مره يستدعاه اول ستاج يعديه مع المنتخب المالي يرميه ديريكت في مقابله كيفك ماهوش مستانس باللي كونديسيون كليماتيك هذيك بالكل واضطر ديجا ولاحظوا خرجوا كريت بالميتون والميتون ما رجعش الميتون ثاني وتنجم تقول اي فهمت ليه بون المليون نتاعهم لقينا راحتنا وقت هو يلعب ينجم يكون كلامك صحيح راهو، اما ينجم يكون زي ملاعب عنده اكسبيرينس كبيره معناها، معناتها عادي ما يحتاجش للتاقلم وملاعب كبير، ما يتصورش ما عملوا المجهود هذاك الكل باش يقنعوه ويجيبوه باش يخليوه على البنك زاد. صحيح ينجم يكون زاد كيف كيف كلامك صحيح، معناها لي كونديسيون صعبه تحط فيهم ما يعرفش اصحاب اللاعب، هي ينجم يكون كون البر مولود البر ماهوش مستانس باللي 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 كونديسيون كليماتيك هذيك اليوم ترميت نفس اللي صار 37 لنا في الكوب 38 دامريكا ديجري بولينتيو. تحت الضغط اي هناك وناقص كويرونس مع الملعبيه هذوك مش مستانس يلعب معاهم انا بلغه اخرى كما نقولوا احنا رماه في الستاد رماه في صحيح التراك هيك ما كان ينجم يهبطوا الميتون ثاني كان ينجم يكون بليز افيكاس فهم ثم حاجه اخرى خدمتنا اليوم ابراهيم كوني الاتاكون نتاعهم نتاع ريمس هذاك ما كانش في نهاره زيد كومبليتمون بتاتر غاب الكوردينونس بينه وبين الميليو زيد مالي ماهيش مش تكون اتعس من اليوم عارف في الرتور مالي مش تكون اقوى برشا صحيح لازم نردوا بالنا. ان يعطيك شاء الله الصحة ان شاء خويا، الله ملاحظات قيمة ان شاء جدا، الله ان شاء الله برافو عليك والله يعطيك الصحة. ما تلعب حتى شيء ان شاء الله في الخمسه ماتش ما تلعب شيء بتاتر ممكن البلي هكا البلي معناها مهمتها اسهل شويه بتاتر الماروك كبار صار شفت لي ماتش الكل الاخرين فهمت ما تلعب حتى شيء ثم تزاير دوزيام مليون وان شاء الله ان شاء الله بحاول الله ان شاء الله الفرق العربيه كلها نوفقهم ان شاء الله نشوفوا منتخب في المونديال ويعطيهم الصحه الملاعبين كل كلمه حاجه برك بالله على نادر الغندري راهو سي تان اي اكسبسيون اليوم صارت راهي عمرها ما صارت ملاعب يجيب ماهوش مركز ولا ثاني هو يلعب التالي صحيح تعرف اللي هو بيفو عنده مده بعيد تعرف كيفاش خرج قبل ومشى البطوله البلجيكيه ظهر له لعب في الديفيزيون 3 وبعد في الديفيزيون 2 وبعدها عاود رجع وترميه اليوم قام ماتش كبير برشا يعطيه الصحه واحد من الناس زيد ما كنت خايف منه برشا ثم صحيح حاجه اخرى صحيح زيد يعطيه كثير. الصحه جلال القادري جلال القادري زيد يعطيه الصحه فريمون معناه يقرا مليح المنافس يقرا مليح ملاعبيته زيد يعرف كيفاش يوظفها من اليوم حد ما كان يتصور انه يحط الغندري غادي الناس الكل البارح بعد ما سمعنا بالعيفه واني البارح في كومنتير كنت انت معناه اكدت لي انه العيفه ممكن يسر بعد لا شعر ومش يطلع مضروب اليوم الناس الكل تصورنا انه مش يلعب تروا زاكسيون ممكن يحط الحدادي ويحط الغندري مع بعضهم على الاقل باش تاخذوا جابرات من الليني العملية فهمت ريال الماكس في اخر لحظه كيفاش معناه المدرب فريمون تتحسب له برشا بالنسبة لحراسة المرمى إن شاء الله تو نكملوا ماتشونا ما تنجمش توتا وتخرج إن شاء الله فينا 6 شهور أخرين نجموا وقتها نصلحوا ونبدلوا برشا حاجات ان شاء الله. ويعطيك يعطيك الصحة الصحه اخويا، بارك الله فيك، الحقيقه ملاحظات قيمه جدا، بارك الله فيك. برب كانت نجم غدوة تعملنا لايف إذا ديسبونيبل أنت بدات تمشي ولي شوية قبال بالكدا فما معلومة سمعتها من عند زميلك مهدي ثم إمكانية كبيرة أنا مش يرفعوا في عدد التذاكر ممكن ياسر يكون لايف ان ممتاز شاء برشا الله من عندك ان شاء غدوة الله. لو تمشي لنقطة البيع في المنزل هو مدام قال مهدي اخباره صحيحه، مدام قال مهدي دونك باش يرفعوا اكيد. يعني حاضر في الاخبار بتاعه وقال ممكن فما امكانيه واكيد عنده المعلومه الصحيحه فما امكانيه انا مش يزيد فما امكانيه نتاع 5000 فقط ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ولو انه حتى كما زادوش نتصور باش يدخلوا اكثر من 35، نتصور ما نتصورش باش يدخلوا كام بالاتيكيه، معناها ديما تصير هذه في تونس عندنا. 45 مضمونين في كل الحالات يعني حتى نتصور لو اي ما تمش نتصور الاعلام عليهم راه مش اي يتطبعوا اكيد حتى من غير اعلام بون، فما شويه ان شاء المشاكل الله هما في الفيراز علي نتاع ليسبيرونس، فيه بارتي معناتها ما دخلش الجمهور، ما تقبلش الجمهور، نصور هذه المشكلة، راه نصور استاد معبي معناتها. البارتي الفوقانية هو من با 5000 الحكاية كلها معناها تنجم تلعب ب 40000 بالضبط باسيل مول ان شاء الله. فاهم مربوح يا اخوي، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة بنوي ميرسي بوكو محمد بن عبد الله ياسين رافزك بون تلف اكسبتيتكم، محمد وياسين وراف، ما فهمتش علاش ما تعديتش، باهي نعمل محاولة أخرى ما يصيرش. حاولوا نعاودوا ناخذوا من جديد، ما دام فما شكون قاعد يطلع معايا، ما دام مشكلة منكم أنتم بالحق، ماهيش ما نصورش مني أنا معناها، من الكونيكسيون اللي عندكم معناها.
بن سعيد ماهوش جارديان، ما كمان ما نطيحوش المورال هكا، اوكي عمل الغلط لكن ما يصيرش ناخذ معاه ما دام خاصة ما قبلش، ناخذ معاه وندزو معاه ما يصيرش ما يصيرش. باهي نعمل محاولة مع ياسين. إن شاء الله ياسين تتعدى المرة هذه. كيف كيف ما حبيتش تتعدى. باهي شوف الرف. الرف راني اكسبتيتك حوالي يمكن 4 5 مرات يعني. ما منك انت، ها مشكلة في الكونيكسيون عندك. اه اونفا هاي تعديت يا اخوي. على السلامة يا اسلام. لاباس الحمد لله، ميرسي بوكو على اللايف هذايا خويا اللي عامله. مرحبا بالناس الكل الموجودة معانا، سافي بليزير مرحبا كيفاش حبيبي. تحضر معك، خاطر نتابعك على الاكسبريس ونعرف مواقفك ونعرف انسان مبدئي على الاخر، فهمت؟ ونحب المنبر هذايا تحية ربي لخويا يخليك، انيس ربي يفرجك. السحباني، تحية لخونا انيس السحباني، خونا سلموا صاحبنا عليه. وعشيرنا. يسلم عليه خونا، وان شاء الله يكون هو في الإكيب اللي باش تعدي ماتش تاع كيف ناسيونال في الماتش الريتور ان شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. المغرب بيان باين، نحكيو ماتش اليوم لو ريزولتا اي لي فريمون بوزيتيف، معناها سان ريزولتا اللي ما كان يستناه حتى واحد. احسن محللين الكره في تونس ما كانوش يتوقعوا الريزولتا هذي، لكن او ميم طون الريزولتا هذي ما لازمش تخبي برشا حاجات اخرين. اسلام احنا اليوم لعبنا ببلوك با، مي لعبنا زون دو بريس قدام شويه، اون ابريسي شويه في الرولونس نتاعهم، ومن بعد صار روبي ديفونسيف كامل ورا 18. في بعض الفترات طلعنا عليهم وفي بعض الفترات طيحنا طلعنا للبلوك. شويه ورا البلوك نتاعنا نلعبوا بلوك با، لكن فما دوت خليمون اللي احنا القدام ما نوجعوش. اسلام هذه حاجه تخوف ديجا، دو ان حاجه تخوف برشا، ساشون بيان الماتش هذايا صحيح ما فماش ستاج بلوكي ولا ستاج طويل وواحد وكل شيء، لكن فما باك جراوند كامله، خدمه تاع عميل، خاطر القادري كان موجود مع منبر كبير، معناها خدمه كامله تاع عميل. ولهنا شفت قوس صغير، انا عكس التوانسه الكل، احنا اوني ان بوبل اللي معروف الي انغا، خاطر حتى واحد ما ينجم ينكر اللي كونه الخدمه هذه كل خدمه مع منبر كبير وجلال القادري. نذكروا برشا في البطولة العربية وقت اللي قعدنا نستناو في منتصر الطالبي باش يخلط إجماع من المحللين شكون هذا الطالبي اللي واقف عليه ليكيب ناسيونال، اللي هو أثبت بالتجربة وبالماتشات وبالروندمون تاعو اللي هو أن إليمون انديسكوتابل في ليكيب ناسيونال. كيف وكيف بلال العيفة رجع مع منذر كبير وجلال القادري، اللي حتى واحد ما كان يتصور يكونوا بلال عريف ينجم يعاود يرجع ليكيب ناسيونال، يعاود يرجع ليكيب ناسيونال. حنا بعد المجبري ياخذ فرصه البطوله العربيه، وتعرف لي كوليس ونعرف الناس كل لي كوليس كومون الي امبوزي. حنا بعد المجبري برغم اللي نعرفه ما ينجمش يلعب في ليكيب ا، هذا انت تعرف وتابع برشا كوره وفهمني فاش قاعد نحكي. والله والله الحق، ما دام في حنا بعد، انا من اول العباد يمكن اللي قالت ما يزموش ياخذ الهيله الكبيره اللي خذاها، لكن ملاعب راهو يوصل يقعد في البنك في مانشستر، معناها في ماتش تشامبيونز ليج مع اتلتيكو مدريد، ولا في ديربي مع مانشستر سيتي، معناها ملاعب عنده حاجه، اوكي ماهوش ما يستحقش يكون اساسي في المنتخب التونسي، لكن نجم يعاون في بعض الفترات من المقابلات، نجم يكون عنده تاع ربع ساعه درجي، نجم يكون موجود معناها. اما ساشون بيان تو الماتش تاع اليوم، انا فما حاجات باهيين، هي لو بلوك اللي تي كومباكت، وفما برشا اونفي من جوار اترا، فما جوار تجي اوبورتونيتي باش يمشي يلعب كوب دي موند على سور دو ماتش، اي سو دون با افون، معناها اون ا فيو معناها لي كومبارتيمون كلهم ايز اتي كومباكت، ولو بوت هو كان ان ما نقبلوش بونت وما نخسروش اليوم. بوغ اتخ كلير، راه ما مشيناش على الربح، راه معناها بوغ اتخ كلير ما مشيناش على الربح، حتى الديسبوزيتيف راهو سي با سيتي با ان ديسبوزيتيف بيرمون اوفنسيف. اللي خايف منه انا في الماتش روتور غير ولو انه ماهوش خايب على الملاعبين اللي في الوسط، معناها ينجم يكون عنده ابول فو اوفنسيف، معناها كي تشوف برمضان الشعلالي ينجموا يصنعوا اللعب، اوكي فكاكه هو بالاساس لكن ينجموا يصنعوا اللعب خاصه برمضان كيف الشعلالي بارابول ولا بالمقارنه مع العباد اللي حكيت قبل الماتش على 4 بيفوات في الوسط ولا 3 في الاكس،
على تسامى اوكي بلوز مو اوفنسيف الفورماسيون اكزاكتومون، لكن ما ريناش استراتيجي اوفنسيف ما نجوش. اما اليوم اللي حاجه تحسن يوسف المساكني الى تي اون بيس ميتريس في ليكيب ناسيونال اليوم، معناها مونغيرا كان يوسف بجد ان فري باترون في ليكيب ناسيونال اليوم، هو اللي طلع الريتم، هو يهبط الريتم، برشا كور مشات لي هو بور تومبوريزي انسي دو سويت. راهو حتى شيء مازال ما تلعب، راهو المالي نتاع اليوم ما عطيش ما ظهرش برشا يوسف نتاع العاده، لكنه كان حاسم في البونتو اللي ماركاو هما ارواحهم، والا حتى في الورقه الحمراء اللي على الجزيري هو كان خرج له الباس، لكن اللوم عليه في حاجه خلى برشا مرات كان تعاود تشوف الماتش، خلى برشا مرات عليه معلول لوحده معناتها في البلي ديفونسيف، خلى وكان عليه دو كونتر ان لان ظهر عليه هو ضعيف، لكن يوسف ما عاونوش شويه الحق، كان لازم حبيته يزيد يعاونوا اكثر. احنا نعرفوا يوسف راهو في الروبي ديفونسيف ما ينجمش يعطي حاجه كبيره، راهو سلام يوسف كان باش يرجع يعمل روبي ديفونسيف، يوسف يلعب لك 60 مينوت 45 مينوت راه وينا با لي كاليتي، وهذه حاجه نعرفوها من قبل في يوسف ما جديد علينا، لكن انا تويك ديما هي ما فما مينيموم، معناها فما مينيموم فيزيكمون ما ينجمش يعطيك يوسف في لي كونديسيون كليماتيك. نعطيك اكزومبل ماتش نيجيريا عاون بالباهي، عاون علي بالباهي وقتها في الديفونس. شوف شكون معاه في الوسط، شوف شكون معاه في الوسط، وين نرجع يوسف تو كان نرجع الفورماسيون تروح نيجيريا، شوف ديسبوزيتيف كومبليتمون ديفيرون، راه تختلف برشا الوضعيه، راه مختلفه على الاخر. دونك il avait la possibilité de faire le repli défensif في certaines situations ولا certaines circonstances في الماتش، معناها خاطر هو الماتش سي دي سيناريو في وسط وفي دي فاز، فما دي فاز اللي عاون فيهم سي فغي معاك، اما في ديسبوزيتيف اخر. احنا ماتش هذايا تو الربح هذايا عطانا 50%، لكن 50% جايه راهي اصعب برشا، وهذايا راهو لازم الشارع التونسي يكون حاضر ليها. ولهنا راهو انتم كاعلاميين راهو دوركم كبير برشا، راهو مش لازم راهو كي جوار عمل ان بون ماتش تو كيما اليوم نادر الغندري، انا كنت خايف منه بصراحه، خايف منه على الاخر. نادر الغندري يعني برشا ما تفرجتش فيه، ما نعرفش حاضر مش حاضر. Il a pu intégrer le groupe ou il n'a pas pu intégrer le groupe. Très peu joué dans le groupe. Barça, kiff. Mais le Roumain, Azad. Lekin Raoul Gandri, il a fait un match correct. Ahna Raoul, le problème est là, Rajoul Moubarat. Non. Rajoul Moubarat, c'est le 11 joueurs, staff technique, staff administratif. Et là, on a Rajoul Moubarat. On n'a pas fait tous Raoul de joueurs exceptionnels, Raoul. Il n'y a pas de joueurs. Mais des grands talents. احنا قوتنا الكيب ناسيونال هي في الكوليكتيف، ديما هكا في تونس عندنا، ديما عندنا كيب منظمه ديسيبلينيه تكتيكمون، ديما هكا في تونس. صحيح احنا كنا الفلتة اخر فلتة جبناها يمكن يوسف المساكني معناها، وتوا ما عادش ولا شيخاوي مساكني، ما جبناش فلتات اخرين بعدهم معناها، ما ريتش فلتات اخرين تاع كور. دونك اون بو با بارلي، راهو رجل مباراه، راهو سي ليفور دو جروب، وهذه من الحاجات اللي تحسب في الجينيراسيون هذه في الجروب هذايا على مود التعميم اللي خدمنا على جروب هذه تحسب. ونحب بصراحه اون دوموند مع لي بيرسونيل كو جو في اللي الميديا يسوا ريكونيسون مع منظر كبير، الراجل راهو تسب، الراجل طيحوا له قدره، فما ناس ما تفهمش الكوره، فما ناس عندها حسابات اخرى، راه برغم اللي صار بينه وبين انيس، انيس صاحبي وخويا راه، لكن اللي صار بينه وبين انيس سيتي ان اكسيدون، وكاو ان اكسيدون دو باركور تو سامبلومون، معناها ما فماش عداوة ولا حاجة، وانت تعرف الكوليس الاخرى شنو صاير، ونعرفوا شنو صاير اخر حتى في وسط الجروب، وفما شكون تنحى في الليسته في الكوب دافريك، ورجع توا للماتش هذايا، وتفهمني فاش قاعد نحكي من غير ما نسميو الاسامي ونعرفوا كل شيء. لكن انا توا نحب لو ميساج يتعدى، اللي راهو الجوارات راهو ما في با دو جوار اكسبسيونيل، راهو ماتش روتور باش يكون اصعب برشا، اصعب برشا، اصعب برشا. ساشون بيان اللي احنا اللي فما شكون حكي قال لازمنا احنا اون دو دوميني، راه تو فا دوميني مع مالي، تو فا دوميني مع مالي سا سري با فاسيل افير، و دوتر بار راه مالي ايكيب دو كونتر توجا 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 برشا، وراه يلعبوا مليح في الظهر، وراه عندهم لي جوار دابوي وجوار اللي يلعبوا عليه، راه لا ما لازمش نهبلوا الحق، لازم نيكيليبري نكون، هذه خدمه ستاف تكنيك الحق، لازم نكون ايكيليبري بين الديفونس والهجوم. Exactement. بالنسبه للغارديان دو بوت، لي غارديان دو بوت بصراحه بشير ان بون غارديان، ان بون غارديان، غارديان باهي
انا ما نعرف شكون اللي رانا بشير دون لو طون معناها في الاربع سنين الاخرانيين. حكى لي على الكاليتي نتاعو وحكى لي راهو سي ان بون غارديان، لكن ما ينجمش يكون تو لو برومي غارديان في ليكيب ناسيونال مالوغوزمون. مي لو شوا ايتي في عليه هو. احنا كي راهو الحمله اللي تعمت على برشا غارديانات، راه فما غارديانات ظلمت. معز حسن سي كالكان كي دو تالون، مي الضربه اللي تضربها في شكون تشوف برومي غارديان؟ شكون تشوف؟ انا نقول لك مثلا بشير هو ما غلطش، ما عملش اوكي غلط، عمل اغلاط اليوم، لكن ما عملش اغلاط ثبت في بونتويت. ان با راسيرون بالتالي. انا بصراحه راه معز بن شريفيه، انا نذكر قبل في كيب ناسيونال حاجه كو جي ابريسيي في كوب دي مون تاع روسيا 2018 وقت اللي تهز البلبولي مع الجروب. سي لونكادرومون، خاطر انت كي تجي تشوف بشير صغير حتى ما كيسون اكسبيريونس، جمال كيسون اكسبيريونس كيف كيف، بالرغم اللي كان في ليسبيرونس انسي دو سويت، لكن ما لعبش تراح في ليسبيرونس. دحمان يمونك ديكسبيريونس، معز حسن يمونك ديكسبيريونس مالغي اللي هو قديم في ليفيكتيف تاع ليكيب ناسيونال بارابول لي غارديان الاخرين، لكن يمونك ديكسبيريونس في لافريك. وما ننساوش كوب دافريك اللي عملها كي تي ديسوفونت معناها في مصر سي جو مابيل بيان، qui était vraiment décevante à l'heure. Donc, pour les gardiens, je me suis dit que la présence de le groupe, autant que premier gardien, je me suis dit premier gardien. Ou je suis Farouk Ben Mustafa, dans le groupe. Alors, Farouk Ben Mustafa, c'est un non-cadrant sous le groupe. Alors, il y a des gens qui ne savent pas, ou les médias ne savent pas. Alors, il y a des gens qui ont fait l'équipe nationale, qui ont fait des gens qui ont fait des gens qui ont راهو ظلمت ناس، ظلمت راهو المشكله راهو فينا احنا كتوانسه. جوار يعظم يعمل عظمه يولينا ان غران جوار، وجوار يغلط ربع غلطه نحملوه مسؤوليه نتاع الدنيا الكل. وفما دي جوار كي سون انتوشابل في ليكيب ناسيونال، ومن مشاكل منظر كبير الى توشي لي بيرسون انتوشابل هذيك. بوغ اتر كلير نحكي راهو بالمام تام، وفهمني فاش قاعد نحكي. بلوز دو بوان بلوز دو بوان، ما الحق ما لاحظتش انا الحق، ما لاحظتش. اون با رونتري دون لي ديتاي، لكن فما حاجه سميلي مثال، سميلي شكون، سميلي اسامي شكون مثلا. لا توا في بريفي، كان تحب في بريفي مثال، توا لازمنا الجو يكون سان اي سوف اي سوغا. احنا عندنا ايكيب ناسيونال، عندنا درابو، لازم الناس الكل تويك وراه. الماتش تاع مالي راه ما تنزلنا ما ترشحناش، وهذا الميساج اللي يتعدى لازم في الميديا الكل. وانتم اهم، هذا اهم ميساج، ما عملنا حتى شيء. وراهو يا با دو جوار فوديت، راهو احنا اللي ضرنا اللي كون جوار يعمل ان بون ماتش، ماتش كوريك يولي اون بياس ميتريس، وخوه ما فماش واقوى منه ما فماش. احنا لا عندنا جوارات تلعب لا في الليغا في اسبانيا، لا في الليغا في الـ في الـ في الـ لا في لانجلتير، لا في الكالتشيو، لا في المانيا بخلاف الصغيري، وحتى اللي يلعب في الاوروب ما يلعبوش في دي غون كلوب. راه دونك اون ا دي جوار كي سون مويان، جوار عاديين، دي بروفيسيونيل عاديين، سي با لو توب دو نيفو. ما عندناش لي جوار كي بوف فير لا ديفيرونس ويهز طرح كامل على ظهره. ما عندناش محمد صلاح، ما عندناش سيدو ماني، ما عندناش لي جوار دو كاليبر هذا. دونك احنا كيفاش نخدموا؟ راه لازم نخدم حتى الميديا كي يخرج ميساج، سو ميساج المنتخب، مجموعة المنتخب هذه راهي مهمة برشا، راهو احنا لي شيف نتاعنا، لي شيف نتاعنا اللي صاروا في لي باركور نتاعنا في لي ديفيرونت كومبيتيسيون، صارت على اساس ان خدمنا على اون دو تخوا فوديت. اون با دو فوديت راه، وما عندناش دي غون كاليبر. دونك هذا هو اللي خلى ليكيب ناسيونال ان سارتان مومون تكون فيها مجموعة اللي هي تحسب من غيرها هي كيب ناسيونال تجي تقدم قدام. احنا كنا لازم تو باش ندزو مع كيب ناسيونال، وماذا بينا فوق من 35,000 في رادس، وباش يكونوا اكثر من 35,000 عم نقول هذيك من تو مؤكدة. لكن فما امور تنظيمية اللي لا، على خاطر فما امور تنظيمية اللي فما ما يعلن وما لا يعلن، وانت تعرفوا الشيء هذا، فما اللي يتعدى وفما ما يتعداش، ما نجموش نقولوه. لكن حتى ولو 35,000 انا نخاف بالبريسيون على الجوارات كي بدا تيران معبي، خاطر حسيتها سيت فراجيليتي. اون ا دي جوار كي سون فراجيل، وماذا بيا راهو كي نحكيو على ليكيب ناسيونال نرجعو كيما كنا قبل.
راه لابارتونونس تاعك الكلوب نتاعك، سواء تحب السيابي الكلوب ليسبيرونس ليتوال صفاقس، وقت اللي نحكيو على ليكيب ناسيونال مش لازم انا والجمعيتي ما يعيطولوش ليكيب ناسيونال ونقولوا راه ستاف خايب وهذيك ما عندناش ليكيب ناسيونال ما عندناش حتى شيء. لا راه لازم وقت نحكيو على ليكيب ناسيونال نغزروا لها، نغزروا الضرب وهذاك نساو ضرب الجمعيات نتاعنا كما في لي بلاتو. لي بلاتو تويكا في التلفزه برشا بوكو دو بلاتو دخلوها في حيط الكره في تونس، راه تحس اربعه ولا ثلاثه جمعيات حاضرين كل واحد يضرب على جمعيته ويضرب على الضرب نتاعو على الجوار تاع جمعيته. دحمان سي ان تري بون غارديان، اما لو ديفو نتاعو غارديان قصير في الافريق ما ينجمش ينجح غارديان قصير. نعطيك بار اكسبيريونس دحمان ما يجيش اقوى من البلبولي. بلبولي في الافريق اطراح الافريق الكل الى في دوزاشي. اما بار كونتر تو انت بارابور معز راهو ما يفرقوش على بعضهم برشا في الطول جوستومون، لكن شنو يفرق؟ معز سي انت قلت لي تشوف معز الاول بارابور معز ما يفرقوش برشا على بعضهم في الطول معاك، اما شنو اللي يفرق؟ معز بن شريفيه راهو الاكسبيريونس عنده اكسبيريونس في الافريق، معز راهو لعب لي فينال تاع الشامبيونز ليغ قدام 60000 و90000 راهو 100000. معز سي لو كاركتير، معز سي القباحه نتاع الجارديانات، معناها معز ما يكبر في عينه حتى ديفونسور باش يسيح عليه، فهمت؟ هذا هو هذه هي راس سكري لا ديفيرونس. راه تنجم تكون تالونتيو مي تو نا با دو كاركتير. فما انا نعرف جوارات قبل، نعرف جوارات قبل دي غون جوار في تونس في طرح ديربي ولا ماتش شوك صدقني في الفيستير كرشو تجري داخل خارج الطوالي. دونك هذايا الاطراح هذايا الاطراح نتاع الرجوليه، فهمت؟ الاطراح نتاع نتاع الناس ما ترخش التالي ما يترجعش ما يخافش. احنا ماذا بينا تو الناس الكل تعدي ميساج بوزيتيف، عملنا لومي باركور، اما راه الصعيب هو ماتش الروتور. راهو ما ننساوش المره اللي فاتت يعطيك الصحه يا خويا. ميرسي بوكو يا اسلام، مسامحني كان طول. بارك الله فيك وشرفني برشا بوجودك معك. عايش ميرسي ان شاء الله. دونك نكملوا هكا اليوم، نعتذر للعباد اللي طلبوا ما نجمش تحصل عليهم، فما عباد الكونيكسيون ما حبتش كيف كيف. يعطيكم الصحه الناس الكل اللي تبعتونا كالعاده اللايف تلقاوها على يوتيوب شين يوتيوب اسلام مد. مرحبا بكم الناس الكل، تو بعد شويه ان شاء الله نهبطوه. اذا كان تحبوا تفرجوا في رواحكم ان شاء الله في دي لايف اخرين غدوا باش نكونوا في المنتخب ان شاء الله، نمشيو للمطار نستقبلوا وفد المنتخب كيف كيف في العشيه ميسيون في اكسبريس اف ام باش نحكيو اكثر على الماتش مع المحللين الفنيين، باش يكون ضيوفنا عبد الباقي بن مسعود زميلنا الاعلامي كيف كيف، وسام العابدي لاعب الدولي السابق، وايضا باش يكون ضيفنا ايضا لاعب اخر في النادي الافريقي لاعب دولي سابق محمد السليتي. تابعونا ما تفهموش حتى الخمسه في اكسبريس، وكما قلت تلقاو اللايف هذا على الشين يوتيوب اسلام المد. صباح الخير، ليتكم زين الناس الكل.